اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده زي ما حضراتكم تابعتوا مباراه النادي الاهلي وفيتا كلاب وهزيمه للنادي الاهلي في الدقيقه 84 سيلا كيسيندا افضل لاعب الحقيقه في نادي فيتا كلاب بيحرز هدف كره خبطت في محمد هاني تسديده من خارج منطقه الجزاء خبطت في محمد هاني وطلعت من فوق علي لطفي ليستطيع نادي فيتا كلاب الفوز على النادي الاهلي بهدف مقابل اشياء كثيره في هذه المباراه هنتكلم عنها دلوقتي مع نجومنا الكبار الكابتن عماد النحاس الكابتن احمد بلال الكابتن تامر بدوي. كابتن عماد عايز ابدا الاول